نقاشنا بأسئلة رب الله كامل أو فعليا مش كامل لو كيلاني شرح سؤاله. ممكن نبدأ بالترتيب بالأسئلة. فعليا هاي الأسئلة تحديدا هاي المسابقة يعني حتى الأشياء اللي ممكن ما تكونوا تعرفوها هي أشياء بسيطة ممكن نشرحها على الماشي ونحل السؤال. هيك أسئلة مفيدة فعليا، هاي التفاصيل الصغيرة من كل مكان هي اللي فعليا تبني خبرتك بحل الأسئلة العامة اللي بتجي من المسابقات، على عكس بعض المسابقات بيكون لازم تعرف BFS DFS تعرف algorithms معينة. هون حتى أسئلة الدايناميك بينحلوا بطرق من غير دايناميك بروجرامينج. كيف في أسئلة جرافية؟ هاي المسابقة لا ما كان فيها جراف. عمان حتكون نفس الشيء؟ ما فيها جراف؟ لا ما بعرف يعني. لا هي صدفة إنه فعليا كلنا كاتبين في ريم كتبت سؤال جراف بس ما كانش مناسب لأنه أوريدي عندنا 13 سؤال فهو كان أصعب من الموجودين يعني بدكم أشياء يعني ف يعني صدفة إنه ما فيها جراف. طيب خلينا نحل حسب ترتيب أكثر أسئلة نحلوا بالمسابقة اللي هو عندنا مبدئيا unusual team بعدين 118 mirrored string 1. طيب unusual team بحكي لك انه بنسمي فريق فعنده صوت على فيسبوك لو الاسم الاول اخذ اصوات اكثر من الثاني بتطبع الاول، لو اكبر او يساوي بتطبع الاول، عدا ذلك بتطبع الثاني. فما في داعي نحكي فيه. السؤال اللي بعده ميرورد سترينج بيحكي لك هل السترينج هاد عطيك سترينج بده تفحص يس نو، هل لو حطيته امام مرايه راح يطلع بالضبط نفسه؟ على السترينج لو حطيته امام مرايه راح يطلع نفسه لو كان اول شيء بالندروم ولو كان الحروف تبعته مكونة من حروف يعني الرسم تبعها بالندروم برضو زي حرف الام اي دبليو هاي الحروف لو عكستها هي نفسها. فبس هذا المطلوب السؤال تفحص لو كان السترينج وعكسه واحد. بدي اكتب الاسئلة عشان ننزلهم على الكود مع التصوير ف حتى لو هو سهل خلونا نكتبه. طيب هلا في موضوع الانبوت، هذا السؤال عارفين number of test cases وطول السترينج 1000. السلام عليكم. هلا طول السترينج 1000 لو انت حطيت في بالك انه عدد التست كيسز 8000 فبيطلع توتال الانبوت كله مليون تمام؟ ف يعني ممكن تعمل سي ان تمام؟ بس لو انا اعطيك طول السترينج 10 اس 5 وافترضت بس انه عندي 10 تست كيسز او عفوا 100 تست كيس هي بيطلع عندنا 10 ملايين فوقتها ممكن الانبوت ياخذ وقت طويل وهو بيقرا. ف يعني هي بديهية نوعا ما انه متى لازم اعمل سي ان متى لازم اعمل سكان اف. دائما اذا شفت الانبوت اكبر من 10000 حاول تروح على سكان اف او بفر ريدر او اشياء اسرع. انا راح استخدم سكان اف هون. حجم الأريز أنا بحكي تفاصيل لأنه بلشنا تدريب أساس من الصفر. الأريز الكبيرة مش ألف بس يعني تعودت الأريز بشكل عام تعرفها جلوبالي لأنه لما تعرف أريز ضمن الفونكشن فأنت عم تستهلك من الستاك. الستاك سايز تبعه ليميتد فمرات ممكن تعمل رن البرنامج يفقع بس لأنك معرف أريز جوا الفونكشن. 1001 عشان الباك سلاش
زيرو. طيب هلأ بهاي الأسئلة اللي فيها زي هيك يفضل نتجنب إنه نقعد نحط F equal A, F equal B, F equal A, H, I, M اللي راح نعمل نحطهم بسترينج بعدين نمر على السترينج before loop نحطهم ببوليان array. فبصير أنا عندي مثلا is وفي حرف ال H بيعطيني true من غير ما أعبيهم واحد واحد. ممكن هون تشوفوا انه عادي كان ممكن اعمل is سبع لوبس بس انا بحكي عشان بشكل عام. افرض انه انا اعطيك الليست بالانبوت ليست الحروف اللي بدي اعتبرها ميرور ليترز. فحاليا راح انسخ الليست من هون كار اري نسميها ال. هلا لو بدلنا السليكشن كل فاصله بكوتيشن فاصله كوتيشن ومن الاخير حطينا كوتيشن مش لازم نحط كوتيشن لازم نحط سنجل كوت فكل فاصله بدها بدنا نحط سنجل كوت فاصله سنجل كوت والاول والآخر هم عددهم 11. فبدي بوليان أدري إز حجمها 128 عشان الأسكي من 0 ل 127 بالبداية تكون كلها زيروز إنه هذا الحرف مش ميرور. I أقل من 11 إز of L of I equal true. فهيك صار أدري إز فيها كل الحروف الميرور true والباقي كله فولس. هلا بدنا طول السترينج strlen of s نمشي لنص السترينج ونقارن الحرف مع اللي بيقابله تمام. فبدي افترض الجواب بالبدايه يساوي true انه هذا السترينج ميرور. بعدين نمشي i equal 0 i اقل من n على 2 بس بلس i. اذا S of I لا يساوي الحرف المقابل هو كم؟ عدد النص M لا N minus I minus 1 لأنه 0 هي N minus 1 1 N minus 2 أو not is of S of I. فلو هذا الحرف لا يساوي المقابل له أو مش من الحروف ال 11 هدول فبدي احكي الـ result equal false or break. F result بدي اطبع yes else puts بس بتطبع الجملة وبتحط backslash n بعدها. انا حد في غلط صغير ممكن استخدم reverse بس هذا عشان البالندروم بعدين بدك تلف تشيك انه الحروف كلها من السل. بس انت حطيت اللي في ستيتمنت زي كانها في فور لوب. ها؟ ليه؟ الاري في فراغات في الحرف ما بعتبرهاش. اوه طيب نبدل كل هيك سبيس بهاي تمام. شو المشكلة بهذا الكود؟ الحرف اللي بالنص ما بشيك في ميرور. الحرف اللي بالنص هلا احنا بالبالندروم ما في داعي نشيك على الحرف اللي بالنص مع مقابله. طيب انا عندي طول فردي 3 فاحنا رح نمشي ل 3 على 2 اللي هي انتجر ديفيجن 1 فانا كان بحكي له امشي بس على 0 لان انا حاكي امشي لعند اقل من 1 فهو من ناحية بالندروم صح لكن من ناحية التشيك على الحرف اللي بالنص في عندي مشكلة. ممكن نعدل الكود بس انه نفترض الجواب بدل ما افترضنا true بالبداية نفترض انه is of s of n على 2 مظبوط هيك؟ او نخليها اقل او يساوي n على 2 للloop. فهون f result او خلص لك اياها
في مشكلة لو خليناها أقل أو يساوي إنها 2. لو كان زوجي لو كان زوجي احنا رح نطلع حرف في زيادة كمان مرة بس مش مشكلة يعني لأن كانت حرفين بدوس مرتين بس يس لو كان زوجي. جرب سبميت ولو كان حرف واحد لو كان حرف واحد القسمة على اثنين راح تكون الصفر فراح أقارنه مع نفسه مرة وليش أنا نسيت أعمل memory dot h و string string في library هيك c string في string من دون dot h أنا لا submit من عندك h لو كان حرف واحد رح قارنه مع نفسه مرتين